مشاهدي قناة شوف تي في، مساكم سعيد، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من مدينة طنجة لأذكركم بمستجدات الحالة الوبائية ببلادنا على الصعيد المحلي والجهوي والوطني. بحيث أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة. وأفادت الوزارة في الحصيلة الوبائية اليومية بأن الحالات المكتشفة تتوزع على إصابتين بطنجة أصيلة وإصابة واحدة بالمضيق الفنيدق، في حين لم تسجل أي حالة وفاة بالجهة بسبب فيروس كورونا. إذا مشاهدينا الكرام، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعلن مساء اليوم الثلاثاء عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة، كما لم تسجل أي حالة إصابة بكل من تطوان والعرائش وشفشاون ووزان والحسيمة. أما على المستوى الوطني، فقد أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و367 حالة شفاء دون تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد 19 أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 950,800 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 933,416 حالة بنسبة تعافي تبلغ 98.2%، بينما استقر عدد الوفيات إلى 14,788 حالة بنسبة فتك قدرها 1.6%. وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة على الشكل التالي: الرباط سالة القنيطرة 52 إصابة جديدة، الدار البيضاء 96 حالة إصابة، مراكش أسفي 4 إصابات، طنجة تطوان الحسيمة 3 إصابات، جهة الشرق حالتين، ودرعة فيلالت حالة واحدة. وحسب الأرقام المسجلة اليوم، فقد انخفض مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 2597 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة حالة واحدة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 105 حالات، 7 حالات منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد 19 فقد بلغ 2%. إذا مشاهدينا الكرام، على المباشر جهة طنجة تطوان ولله الحمد تسجل 3 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي حالة وفاة. إذا 3 إصابات تم تسجيلها بالمضيق، حالة إصابة واحدة بالمضيق فنيدق وإصابتان
ولاية طنجة. أما على المستوى الوطني فتم تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا و367 حالة شفاء دون تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. هذا وتهيب وزارة الصحة بجميع المواطنات والمواطنين إلى ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والعمل على التطبيق الصارم لقواعد التباعد الاجتماعي وتفادي التجمعات الغير الضرورية والانخراط التام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المعنية بكل وطنية ومسؤولية. إذا المزيد من اتخاذ التدابير الاحترازية مشاهدينا الكرام، فيروس كورونا مازال يتعايش معنا، التزموا بارتداء الكمامات الوقائية في الأماكن المغلقة والأماكن المزدحمة كالأسواق والمقاهي والمطاعم، واحترموا مسافة الأمان وغسل اليدين بالماء والصابون والمطهرات الكحولية. كيف ما كتعرفوا مشاهدينا الكرام، فالمغرب قطع أشواط هامة في عملية التلقيح المضاد ضد فيروس كورونا، والنتيجة ولله الحمد تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا. نتمنى على أن باقي المواطنين اللي مازال ما تلقحوا يلتحقوا بأقرب مركز صحي من الحي ديالهم باش ياخذوا الجرعة الأولى، اللي باقي ما خداش الجرعة الأولى والثانية أو الثالثة، باش يمكننا نوصلوا المناعة الجماعية ديال نسبة 80% من الساكنة ونرجعوا الحياة الطبيعية ديالنا 100%، لأننا نحن الآن نعيش في حياة شبه طبيعية. كما تعلمون فإن انتشار متحور إيميكرو الذي انتشر في حوالي 45 دولة، هذا الفيروس السريع الانتشار الحماية ديالو هي التلقيح، باش يمكننا نحميو نفوسنا ونحميو أعز اللي عندنا. تحية لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، ألقاكم في مباشر قادم، إلى اللقاء.